مواليد الدلو خلال السنة الجديدة سنة 2023 هتكون عندكم تحرر من زحل، أخيرا هيخرج من عندكم يوم 7 مارس. هتكون سنة فيها إصرار إنكم تحققوا أحلامكم إن شاء الله، بس طبعا بشروط. مواليد الدلو هم المولودين في الفترة ما بين 21 يناير لغاية 19 فبراير، أو يعني 21/1 لغاية 19/2. سنة 2023 هي سنة مليانة بالوعود بالنسبة لكم، تقدروا خلاص تتحرروا من زحل ابتداء من 7 مارس ويبقى جواكم إصرار على تحقيق أحلامكم وانكم تحققوا مثالية، كل المثاليات اللي بتحلموا بيها. لكن عايزة افكركم انكم لازم تحافظوا على الواقع، تفكروا في الواقع المادي اللي انتم عايشين فيه، لانه احيانا ممكن تكون المثاليات ملهاش علاقة بالواقع اللي احنا عايشينه. فالواقع المادي مهم انكم تنتبهوا ليه، ما بلاش يغيب عن بالكم. من حقكم يبقى لكم احلام ويبقى لكم رغبات، بس لازم تكون محسوبة، يعني خطواتكم تكون محسوبة وتدرسوا قبل ما تتخذوا اي قرار، ويكون عندكم كمان استعداد انكم تصلحوا خطواتكم. في الحياة العاطفية، خلينا نبدأ بالناحية العاطفية. المتجوزين أشوف أنكو عندكو رغبة من أول السنة أنكو تعملوا تجديد في حياتكو، وعندكو طاقة عاطفية من أول 3 يناير فينوس في برجكو بتديكم استعداد للحب أكتر ورغبة في عمل لون جديد في حياتكو، وعندكم نظرة جديدة لشريك الحياة، وحابين انكم تعملوا شكل مختلف لحياتكم الزوجية، اكيد شكل ايجابي يعني ان شاء الله، بما انه فينوس في برجكم من اول 3 يناير، فده بيخلي يعني عندكم استعداد تعملوا شكل مختلف ايجابي لحياتكم الزوجية. في الوقت ده من اول السنة، يعني من اول 3 يناير، عندكم استعداد انكم تتفاهموا بصورة افضل مع شريك الحياة، ويبقى فيه يعني احلام مشتركة حوالين المستقبل والمشاريع المستقبلية المشتركة اللي ممكن تجمعكم بشريك الحياة. كمان وجود المريخ من اول 12 يناير بيعاود سيره المباشر، وبيديكم برضو فرص للتفاهم اكتر من اول 12 يناير مع شريك الحياة. بس في فترة في النص لازم تكونوا منتبهين، هو فترة في الصيف نقدر نقول من اول 5/6 لغاية 8/10، الفترة دي انتوا بتميلوا فيها للغضب بسرعة، فحاولوا تكونوا متسامحين اكتر مع الطرف الاخر، وحاولوا انكم تكونوا متمسكين اكتر في الوقت ده بالطرف الاخر. بالنسبة للناس اللي مش مرتبطة، بشوف ان دي سنة هايلة بالنسبة لكم انكم تنسوا اي تجارب فاتت، وعندكم الاستعداد ده انكم تقلبوا صفحة الماضي، ولو كنتوا مريتوا باي تجارب مش فاشلة او ما كانتش حلوة تقدروا تنسوها، وعندكم الاستعداد انكم تنسوها وتبدأوا تجربة حب جديدة، خصوصا من اول السنة من اول 3 يناير وفينوس في برجكو بيديكم سحر وجاذبية وطاقة عاطفية واستعداد انكم تعبروا حلو عن مشاعركم للجنس الاخر، وده لغاية 25 مارس هايل معاكم. يعني من اول السنة لغاية 25/3 وقت رائع للحب بالنسبة لكم. بس كمان في اخر السنة في شهر 9 وشهر 11 دول برضو شهرين كده فيهم طاقة عاطفية، وبرضو في فرص للارتباط خلال الشهرين دول. في الاوقات دي عندكم زي ما قلت طاقة عاطفية، وتقدروا انكم تمشوا ورا مشاعركم اكتر، وفي فرص للوقوع في الحب في الوقت ده. بس عايزة انبهكم للغيرة،
انتوا بتميلوا للغيرة جدا، وده اللي ممكن يخليكوا عرضة للفشل في بعض في علاقة، او ينغص عليكوا حياتكوا حتى لو العلاقة ما فشلتش. يعني الغيرة بتنغص عليكوا حياتكوا في اوقات كتير، خصوصا في شهر 6 و7 وكمان شهر 10 وشهر 12. في الاوقات دي ممكن يكون عندكم مشاعر غيرة بتسيطر عليكم، فحاولوا تقاوموا المشاعر في الاوقات دي. وممكن كمان في الاوقات دي مش بس الغيره، في تشوش عاطفي، في تقلبات مزاجيه، فمهم انكم تصبروا، ما تاخدوش اي قرارات متسرعه سواء ارتباط او انفصال في الاوقات دي. اما بالنسبه للناحيه المهنيه والماليه، فاشوف انه من اول السنه لغايه 16 مايو المشتري بيدعمكم في منزل العلاقات، وده بيديكم فرص هايلة، بيقوي معنوياتكم، عندكم معنويات أفضل من أول السنة لغاية 16/5. وفي الوقت ده ممكن يبقى فيه ضربات حظ غير متوقعة، وعندكم تركيز أكتر أنكم تحطوا أساس قوي لشغلكم أو لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة. كمان في الأربع شهور ونص الأولى من السنة تعرفوا تحددوا أهدافكم أكتر، وتحددوا تطلعاتكم، وتقدروا أنكم تنتهجوا أسلوب جديد في شغلكم. هتكون فترة مثالية خلال الأربع شهور ونص الأولى من السنة، فترة مثالية أنكم تبدأوا مرحلة جديدة في شغل أو في دراسة. بس لازم الشروط اللي اتكلمنا عنها في الاول، انه لازم تكونوا واخدين بالكم من اول 7 مارس لغاية اخر السنة انكم ما تغامروش في الفلوس. زحل بيدخل يوم 7 مارس في منزل المال السلبي، وده ممكن يخليكم تتسرعوا او تغامروا مغامرات ملهاش لازمة، فحاولوا تكونوا واقعيين في مصاريفكم وما تغامروش في اي مشاريع خيالية في الوقت ده. كمان من اول 17/5 لغاية اخر السنة، اورانوس والمشتري ممكن يدفعوكوا للتسرع شوية في خطواتكم المهنية، فضروري ابتداء من 17/5 ما تغامروش، حاولوا انكم يعني لو عايزين تعملوا تغيير في شغلكم، عايزين تسيبوا مكانكم، يعني ده مش قرار تعملوه إلا لو كنتوا دارسين كويس نتائجه، ما تبقاش مجرد نزوة. حاولوا تدرسوا كويس قراراتكم ابتداء من 17/5. إن شاء الله السنة كلها تكون حلوة، وكل سنة وانتوا طيبين.